السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو غادي تشوفوني البنات بنفس البلاصة، نفس الحوايج، نفس كل شيء، عارفة. ولكن قلت ما غاديش نسد هذه الكاميرا الا وغادي نسجل لكم فيديو ثانية غادي تجي ان شاء الله من بعد الفيديو ديال المشتريات اللي غادي نحط لكم زعما هي اللي غادي تسبق، الا وهي كيفاش انا كنشري سيغ انترنيت و كنربح، يعني كتكون عندي واحد النسبه كترجع ليا من هذوك الفلوس اللي انا خلصتهم. هاد الطريقه البنات غادي تضحكوا عليا بزاف الا قلت لكم انني كنت فاش عاد جيت لفرنسا كتخلط ليا الهضره. فاش عاد جيت لفرنسا كنت ديما كنسمع ايغال 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 سيرتو في لا بواط ميل ديالي. اشاك فوا مثلا كناخذ شي ارتيكل ولا كنشري شي حاجه من الانترنت، لانني من عشاق الشراء عبر الانترنت. انا البنات بيتوتيه ما كنخرجش بزاف، يعني لا ماجوريتي ديال الاشياء كناخذهم سيغ انترنت. قلت لكم البنات وديما كنشوف عاد بات اليوم لاسبيراتور. ديما كنشوف اشتي فيا ايغال في لابوت ميل ديالي. ان فوا كنشري شي حاجه مثلا شي بغوشي تيعاودو ما تيصيفطو ليا في الايميل ديالي اشتي فيا ايغال. تنقول شنو هاد ايغال؟ وانا عمرني يا البنات الا وريتكم لادات اللي انا درت فيها لانسكريبسيون لهاد ايغال غادي تضحكوا عليا وغادي تقولوا كيفاش انا درت لانسكريبسيون في هاد لادات وعمرني خدمتو. لحقاش بكل بساطه ما كنتش فاهمه اشنو هو ايغال، والعقل ديالي ما كانش تيقول لي سيري قلبي سيغ انترنيت باش تعرفي شنو هو ايغال، شنو هو هذا السيت، شنو هو، لاش كينفع، واش سي ان اغناك، واش بصح كيرد الصرف ولا لا. الحمد لله بفضل القنوات ديال يوتيوب بديت كنسمع القنوات ديال يوتيوب كيهضروا على ايغال 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 وتصوروا البنات باش تيقوني. غادي نوريكم واحد الحاجه، غادي نوريكم انا امتى تسجلت في ايغال. من بعد غادي نشرح لكم شنو هو ايغال وشنو هو سميتو. تصوروا يا البنات، هذا راه الكونت ديالي، هذا الكونت ديالي في ايغال. ما عرفتش واش غادي يبان لكم ولا لا، هذا الكونت ديالي في ايغال. شوفوا يا البنات امتى انا مسجله في ايغال، وعاد دابا عرفت الفائده ديالو. انا مسجله في ايغال من لو 5/11/2012. شتوها البنات؟ ما عرفتش غتبان لكم ولا لا هنايا. وانا عندي كونت في ايغال وعمرني عرفت علاش كيصلح. المهم داكشي علاش انا قررت ندير لكم اليوم هذا لا فيديو، نوريكم اشنو هو، نفهمكم شنو هو ايغال باش حتى البنات اللي كانوا بحالي ما عارفينوش ولا ما قلبوش حتى هما في يوتيوب باش يعرفوا لا باغ انترنيت يعرفوا اليوم، ولا كانوا بغاو يستعملوه. يعني سي با اون اوبليغاسيون، ولكن ابليكاسيون عاديه كديريها في سميتو في جاريف انا جايه غو كما كيقولوا. المهم البنات قلت لكم ما كنتش عارفه انا نستعملها، ولكن بفضل لي فيديوهات اللي شفت في اليوتيوب، بفضل الناس اللي شرحوا، عرفت كيفاش انني غادي نستعملها. وكنستعملها دابا مره فاش كنتقدا شي حاجه من الانترنيت، سيرتو فاش كيكون هذاك، فاش كتكون هاد لابليكاسيون ايغال او هاد نقدروا نسميوه كيفاش كاع اورغانيزم ولا ابليكاسيون متعاقده مع هذيك البلاصه انت اللي غادي تشري منها. الا ما كانتش متعاقده اصلا تيكتبوا لك حنا ما عندناش، يعني ما متعاقدينش معاهم، ما نقدرش نردوا لك داك الصرف اللي كيكون 1% 2% 3% حتى 10% على حسب. مره كيكون الكاش باك طالع، مره كيكون هابط. المهم البنات نشرح لكم بعدا شنو هو الكاش باك. كاش باك بالانجلي هو يعني كيرجعوا لك الفلوس، غوتور ديال الصرف. حنا نقدروا نقولوا الصرف حيت هو غير الصرف، يعني ماشي ما كيكونش طالع الا كنتي خديتي شي حاجه اللي المونطون ديالها طالع بزاف. وعلى حسب عاوتاني الكاش باك شحال البورسونتاج ديالو. مثلا الا كنتي شريتي مثلا مشيتي لسي ديسكونت، مثلا هذا سيت معروف فرنسا،
خديتي مثلا ماكينه الصابون ب 500 اورو او 600 اورو وكان هذاك الكاش باك ديال سي ديسكونت طالع مثلا 10% ولا شحال راه يقدروا يردوا لك واحد 7 اورو ولا يردوا لك ولا اكثر على حسب. دابا البنات غادي ناخذ التليفون ديالي وغادي نوريكم كيفاش يعني كيفاش كنخدموا في ايغال. عندي هنايا اكريكم في البيسي حسن واخا راه قرب يطفى ليا البيسي ولكن غادي نوريكم في البيسي. المهم البنات في اخر المطاف فضلت اني نشرح لكم في البيسي. ما عرفتش علاش الاضاءه جات هكا. المهم غادي نشرح لكم في البيسي وراه في سي لو ميم برينسيپ حتى في التليفون. هاني حليت ايغال كنمشي كنحل الموقع ديال ايغال ندير هكا باش يبان لكم مزيان. كنحل الموقع ديال ايغال كنمشي للبلاصه اللي فيها كاشباك. هي غادي تبان لكم هاد البلاصه فيها كاع الكاشباك ديال اي حاجه بغيتوها. كاين الفواياج كاين زعما داكشي ديال التكنولوجي ولا الكترومناجي كاين لا مود لي زابونمون تيليفوني كاين ابونمون ديال اي حاجه لا ميزون جاردان لا بوتي اي حاجه بغيتوها سبور اي حاجه. مثلا انا غادي نمشي للسبور ها هو غادي نزومي ليكم باش يبان ليكم هادشي مزيان. مثلا غادي نمشي للسبور غادي نمشي للسبور لقيت الكاش باك كاين على ماتيريال دو سبور فهاد لابوتيك هادي ريكبي شوك شوب عفوا. وهنايا كاين الكاش باك ديال 12% عند نايك. انا كنعطيكم هنا غير امثله تقدروا تدخلوا سي ديسكونت تقدروا تدخلوا البوت تقدروا تدخلوا كونفوراما اي يعني اي بوتيك كاينه ولا غادي تكتبوها غير في لا ريشيرش هنايا وغادي تخرجها لكم. المهم انا دابا غادي نمشي غادي ندير هاد لو مارشون نايك مثلا غادي نلقى هنايا لو كاش باك ديال نايك راه مرتفع 12% غادي نلقى ديال اديداس 8% وهكذا ودواليك. غادي نمشي غادي ندير اكتيف الكاش باك ديال نايك ندير مثلا بحال الا كنت انا غادي نشري من عندهم شي حاجه ملي غندير اكتيف الكاش باك غادي تخرج ليا واحد المربع هكا غادي ندير اوكي جو في شي لو مارشون. غادي نمشي غادي نقلب غادي نشوف هكا هنايا غادي ندير اكتيفي لو كاش باك اكتيفاسيون دو كاش باك اون كور راه غير عاودتها جوج مرات باش نوريكم حيت اصلا قبيله. دابا ها هو البنات راه الكاش باك الي اكتيفي يعني كيبان لكم هنايا كاش باك الي اكتيفي. هذا راه من البيسي يعني من التليفون مختلف واحد شويه ولكن راه سي لو ميم برينسيپ. كنجي هنايا كناخذ اي حاجه يعني راه ماشي انا غير كنوريكم هنايا الباسكت مثلا غادي نكومونديها زعما ماشي كنكوموندي باش نسميتو غير كنكوموندي باش نوريكم. غادي نكومونديها وكل شيء الثمن ديالها 130 اورو راه غادي نحيدو منها ديك 12% ديال الكاش باك اللي خرجت اللي قال لنا السيد ديال ايغال راه كاين الكاش باك في نايك. يعني غادي من هادي غادي تحيدو من لو بري اور تاكس ديالها يعني من 130 اللي غادي يرجعوه لكم ولكن ما كيرجعوهش لكم مباشره كتبقى واحد سميتو واحد المده كيوصلك ايميل كيقول لك راكي ربحتي الكاش باك مع نايك. مثلا انا ها هو قال لك دير دا باريسيون جوسكا اون اور. بحال مثلا انا عندي 14 اورو و 48 ديال ليغا كنت خديت من نايك ورجعوا ليا شويه ديال الكاش باك خديت من سيتيز كونت رجعوا ليا شويه حتى ولات عندي 14.48 ولكن كاينين اللي مازال ماشي فاليدي. ليغا ديالي اللي اون اتون دو فاليداسيون هما 10.48 وهاد لو كان فاليدي راه 4 اورو ديال يعني اللي كان عندي نهار تسجلت
كنتمنى البنات انكم تفهموا. المهم لو برينسيپ ديال هاد ايغال انكم كتدخلوا ليه كتقلبوا على لا بوتيك اللي كتختاروا وكتشوفوا واش عليها الكاشباك. الا كان عليها الكاشباك كتاكتيفيوه من التليفون ديالكم، راه كيتاكتيفي مباشره حيت كتدخلوا من ايغال وكتدخلوا ديريكتومون من البيسي، كتكيب لكم كاشباك اكتيفي وكيرجع لكم داك الصريف سواء كان 1 اورو 2 اورو 3 اورو حتى كتجمعي 20 اورو ديال الكاشباك. يمكن لك انك تحوليها باغ بايبال للكونت ديالك وكتربحيها كتاخذي بها اللي بغيتي ولا كتخليها في الكونت ديالك. يمكن لك كذلك انك تشري بها مباشره من ايغال، شري بها اللي بغيتي. والبنات بزاف كيستعملوا ايغال في سميتو في ايفغوشي، انا كنستعملو في ايفغوشي بعض المرات حيت ما كنكومونديش منها بزاف، في سي ديسكونت بزاف ايغال، يعني هادو هما البلايص اللي كنستعمل فيها بزاف هاد الكاشباك. غادي نهضر معكم على الباريناج. مثلا ايغال كيعطيك واحد الفرصه انك تباريني الناس اللي بغاو يدخلوا ليه عبر الكود ديالك انتيا. فانا ان شاء الله غادي نحط لكم الكود ديال الباريناج ديالي او ليان دو باريناج. اللي بغات تدخل منو تدخل باش تانسكريفا في يعني دير لانسكريبسيون في ايغال. الى دخلت من هذاك لوليان اللي عطيتها انا غادي نربح ما عرفتوش 3 اورو ولا 4 اورو، يعني انا غادي يكون عندي الربح ديال 3 اورو او 4 اورو. اللي ما بغاتش راه كتمشي كتسجل عادي بلا ما تدخل من لوليان ديالي انا ديال لو باريناج. يعني الا كنتو سخيات غادي تدخلوا من هذوك لوليان وغادي تربح من 3 اورو السيت ديال ايغال وكت تشتركوا فيه مباشره. يعني في كلتا الحالتين غادي كديروا انسكريبسيون، غير في الحاله اللي الا دخلتوا من لوليان ديالي انا كنربح يعني كنربح واحد المبلغ يعني 4 اورو ولا 3 اورو. وحتى الا عندكم نتوما الاسره ديالكم مثلا كتدخلوها في الكود باريناج ديالكم وانتوما كتربحوا، الا ما بغيتوش راه كتقيدوا نيشان. المهم انا هاد لا فيديو درتها الهدف الاول والاخير هو الاستفاده وباش نوريكم كيفاش انا كنربح يعني صريف الى تقديت عبر ايغال. يعني ايغال بالنسبه للناس اللي كيتقداو بزاف سيغ انترنيت. المهم البنات كنتمنى ان انني نكون وصلت لكم المفهوم ديال اد ايغال. ما تنساونيش من لي بوس بلو لي كومونتير وبسلام عليكم. سلامه.